مرحبا مشاهدينا، هذه أهم عناوين أخبار اليوم. لأول مرة السكتوي يعترف بسبب تواجد الرغرغ معه في تدريبات. الحكومة المصرية تخرج بقرار صادم اليوم بسبب الخسارة الكبيرة لمنتخب مصر أمام المغرب. رسالة تاريخية من الملك محمد السادس إلى لاعبي المنتخب المغربي. والآن إلى التفاصيل، لكن من قبل ما تنساش تدير جيم الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش توصلك انت الأول آخر الأخبار. في خضم الأحداث الرياضية الكبيرة التي تشهدها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس وتحديدا في مجال كرة القدم، أثار ظهور وليد رغرغي مدرب المنتخب المغربي الأول إلى جانب المنتخب الأولمبي المغربي أثار جدلا واسعا في الأوساط الرياضية المغربية. وتنقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صور للرغرغي وهو يتواجد في مستودع ملابس المنتخب الأولمبي، مما أثار تساؤلات حول مدى تدخله في اختصاصات مدرب المنتخب الأولمبي طارق السكتوي. وجاءت هذه التساؤلات بعد أن ظهر رغرغي في مشاهد متعددة خلال فترة الأولمبياد، أبرزها تواجده في غرفة ملابس المنتخب الأولمبي قبل وبعد المباريات، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن مدرب المنتخب الأول ربما يتدخل في قرارات السكتوي، خاصة خلال المباراة الأخيرة التي حقق فيها المغرب فوزا كبيرا على المنتخب المصري بنتيجة 6 أهداف نظيفة ليظفروا بالميدالية البرونزية. وفي رد مباشر على هذه التساؤلات، أكد طارق السكتوي خلال ندوة صحفية التي أعقبت المباراة أمام المنتخب المصري أنه لا يرى في ظهور وليد رغرغي بجانب المنتخب الأولمبي أي تعد على صلاحياته كمدرب. وقال السكتوي: بالنسبة لي وزميلي وليد رغرغي، نحن هنا جميعا لخدمة الكرة الوطنية، وهدفنا الأساسي هو تحقيق الانتصارات ورسم الابتسامة على وجوه المغاربة بعد كل فوز أو تتويج. وتابع السكتوي حديثه مؤكدا أن التعاون بين الأجهزة الفنية المختلفة للمنتخبات الوطنية هو أمر طبيعي ومطلوب لتحقيق النجاح، وشدد على أن الأهم هو تحقيق النتائج التي تسعد الجماهير المغربية بغض النظر عن الأدوار الفردية أو من يقود الفريق في تلك اللحظة. ومن جهتها، أثار ظهور رغرغي في مواقع غير تقليدية للمدرب الأول مثل مستودع ملابس المنتخب الأولمبي أثار آراء متباينة بين الجماهير والمحللين، فقد رأى البعض أن هذا الظهور قد يشير إلى تدخلنا في الأدوار، مما قد يضع ضغطا على السكتوي ويؤثر على قراراته الفنية، بينما اعتبر آخرون أن ما حدث يعكس روح الفريق الواحد والعمل المشترك لتحقيق هدف مشترك وهو رفع راية المغرب في المحافل الدولية. وفي النهاية لا يمكن إنكار أن هذه القضية قد فتحت بابا للنقاش حول حدود الأدوار والمسؤوليات داخل الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية. ومع ذلك فإن الإنجاز الذي حققه المنتخب الأولمبي بالفوز بالميدالية البرونزية يعكس نجاح الاستراتيجية المتبعة مهما كانت التحديات أو الاختلافات في وجهة النظر. يبدو أن الفوز الساحق الذي حققه المنتخب الأولمبي المغربي على نظيره المصري بنتيجة 6-0 في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس، يبدو أنه قد أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الرياضية المصرية. ومن المتوقع أن يكون لهذا الانتصار تداعيات كبيرة على اتحاد كرة القدم المصرية والاتحادات الرياضية الأخرى في البلاد. وفي هذا السياق أعرب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصرية عن إسيائه الشديد من هذه الخسارة القاسية، مؤكدا على أن الجميع سيتم محاسبتهم على النتائج المخيبة للأمال. وقال صبحي: سنحاسب الجميع على هذه النتائج المؤسفة بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها منتخبنا أمام المنتخب الأولمبي المغربي. كما أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة لم تتوانى في تقديم الدعم المالي والمعنوي للاتحادات الرياضية، مشيرا إلى أن جميع احتياجات اللاعبين تم توفيرها بشكل كامل. وفي هذا الصدد شدد صبحي على أن الوزارة قد حرصت على تقديم كافة أشكال الدعم اللازم للاتحادات الرياضية، وأنه سيتم محاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو سوء إدارة للموارد. وفي تصريحاته توعد صبحي بمراجعة دقيقة لجميع النفقات خلال التحضير والمشاركة في الأولمبياد، مشيرا إلى أن أي تقصير أو فشل في تحقيق النتائج المتوقعة لن يمر دون عقاب.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه النتائج المخيبة في المستقبل، ولتأكيد التزام الدولة المصرية بتحقيق أفضل أداء ممكن في المحافل الدولية. ومن الجدير بالذكر أن البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 لم تتمكن حتى مساء الخميس من حصد سوى ميدالية برونزية واحدة، وهو ما يشكل خيبة أمل كبيرة مقارنة بالتوقعات التي كانت تأمل في تحقيق نتائج أفضل في هذه التظاهرة الرياضية الكبرى. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة خاصة إلى أعضاء المنتخب الوطني المغربي الأولمبي لكرة القدم، تعبيرا عن فخره واعتزازه بالإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق بفوزه بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وفي مستهل برقيته أن أجلالة الملك بحرارة كافة أعضاء المنتخب الوطني الأولمبي، معربا عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز الرياضي البارز الذي يعد الأول من نوعها في تاريخ كرة القدم المغربية على المستوى الأولمبي. وقال جلالته: يسرنا أن نعبر لكم عن تهانينا الحارة بمناسبة تحقيقكم لهذا الإنجاز الرياضي الكبير والفوز بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. كما شاد جلالة الملك بالمستوى الرفيع الذي أبان عنه المنتخب الوطني خلال البطولة، حيث أثنى على الأداء المتميز والروح التنافسية العالية التي تحل بها اللاعبون طوال مشوارهم في الأولمبياد. وأكد جلالته أن ما قدمه الفريق من أداء رياضي راق هو تعبير صادق عن الغيرة الوطنية وروح التفاني التي لطالما ميزت المنتخب المغربي في مختلف المشاركات الدولية. وأضاف جلالته: إن ما قدمتموه من مستوى رفيع وأداء متميز طيلة هذه البطولة وما أظهرتموه من عزيمة وإصرار يعكس الروح التنافسية العالية والغيرة الوطنية الصادقة التي تجسدت في تحقيقكم لهذا الإنجاز الأولمبي المتميز. وفي رسالته لم يكتفي جلالة الملك بتهنئة اللاعبين فقط، بل وجه عبارات الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في هذا النجاح من الطاقم الفني إلى الإداريين وجميع من كان له دور في هذا الإنجاز المشرف. وبهذا الصدد قال جلالته: وإذ نجدد لكم ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز أصدق تهانينا وتنويهنا، نرجو لكم مزيدا من التألق وكامل التوفيق في مواصلة مشواركم الرياضي الواعد. واختتم جلالة الملك برقيته بتأكيده على دعمه المستمر للرياضة الوطنية، معبرا عن ثقته في قدرة المنتخب المغربي على مواصلة التألق وتحقيق المزيد من الإنجازات على الساحة الدولية. وأعرب جلالته عن أمله في أن يكون هذا الإنجاز بمثابة حافز لبقية الرياضيين المغاربة لمواصلة العمل الجاد والمثابرة من أجل رفع راية المغرب عالية في المحافل الدولية. وتجسد برقية جلالة الملك محمد السادس الرعاية الملكية الكبيرة التي يحظى بها القطاع الرياضي في المغرب، وتشكل مصدر إلهام للأجيال الصاعدة لمواصلة السير على خطى المنتخب الوطني الأولمبي الذي كتب فصلا جديدا في تاريخ الرياضة المغربية.